دوري رايحة عالشارع. حسان تقدر تستغني عن السيارة الليلي؟ طبعا، وين بدك وصلك؟ يلا الليلي بلاها، بكره بتيجي لعندي، بدي اروح مشوار ضروري. حاضر يا معلم، تصبح على خير. انت من اهله. تعشيتي؟ لا. فوتي طالعي من الصندوق علبه لحمه لاقي لك بيت فوقها مشان تتعشي. يعني بس خليني عندك الليله بس، وبكره برجعك على البيت. مرة بتكون عن شاكر فهمي بقى. مستحيل تكون راحت لعنده لأنه ما بتعرف تروح لحالها. طيب اصبري شوي، ما بتلاقي إلا فاتح الباب وجايبها من إيده. طيب وإذا ما كانت عنده؟ بيكون أحسن تكون ضاعت. شو تضيع؟ ولك هي بنتي. سبحان الله، كل ما حطيت خطة لحياتنا ومستقبلنا ما بلاقي لها البنت مطرح فيها. شو يعني؟ يعني هيك بجوز أحسن، إجت منها وضاعت. ماشي أنا اللي راح أدور عليها. أولادك لمين بدك تتركيهم؟ دير بالك عليهم أنت لبين ما أرجع، وأصل لعند عمي وراجعة بهالليل؟ ما بهم، باخذ تاكسي روح رجع. عادي عادي بالجنان. لك قلبي مثل النار، ما عاد أقدر أستنى. إيه؟ مثل ما بتريدي. روحي خديني روحي، بس اعملي حسابك اذا بتطلعي برات الباب بعمرك ما عاد في ترجعي له. ما بدي ارجع عليه، باخذ اولادي وبعيش انا وياهم مع بنتي. اولادك؟ قلت اغراضك ما قلت اولادك. اولادك بحياتك ما عاد تحلم تشوفيهم. باخذهم عن طريق المحكمه. بتكوني شاطرة إذا بتقدري توصلي للمحكمة. طيبة جوا. صباح الخير جدا. صباح الخيرات. شو هذا؟ أنا ما بفطر جدو. من اليوم ورايح بدك تفطر. المعلمة قالت يلي ما بيفطر الصبح بيضل طول النهار تعبان ولا بيقدر لا يفكر ولا يفهم. إيه أنا لا بدي أفهم ولا بدي أفكر. يلا كلي لك لقمة قبل ما رجعك على البيت لعند أمك. جدو قلت لك أنا ما بدي رجع لعند أمي. ما بيصير، قلبها بيكون عم بيغلي عليكي. طيب هلأ بتروح لحالك وبتفهمه لأنوار، إذا ما عاد يضربني هلا برجع لعند امي. صباح الخير. صباح النور. عمي منيح اللي اجيت، كنت رايحه لعندك. خير؟ عبير هربت من البيت. هربت كيف؟ ليش؟ انور ضربها، عملت حمله حاله ومشي. ضربها وين؟ هو بده يكسر ايده. راح من الصبح على شغله مانو هون. كيف بتخلوه يضربها؟ مالي خبر، طلعت على صوتها انا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبتعتقدي وين راحت؟ بعتقد وين راحت؟ عمي أنور عم بيقول إنه بجوز تكون عندك، يعني هي مو عندك؟ ما تفتوني على أختي ولي أختي. عبير عندي. عندك؟ الحمد لله. طمنتني يا عمي، الله يطمن بالك. بكرة برجع لك اياها. عمي طالما عبير اجت لعندك خليها عندك، ربيها مثل ما ربيتني. عندي؟ مستحيل.
انت بتعرفي شو في عندي وبتعرفيني كيف عايش. ايه بعرف، بس شو ما صار في عندك احسن من عيشتها مع انور. ليش بقى؟ انور بده يخلص منها وخايفة شي يوم يقتلها قتلة يروح فيها. مو معقول، مو معقول اللي عم تحكيه. ما بيسترجي يعملها. بيعملها، تصور هددني بالطلاق اذا رح تدور عليه. صعب، صعب بنت تقعد عندي انا. صعب لو كانت ولد كان معقول، بس انت بتعرفي شو في عندي. يعني بس على القليله انه ما في مين يضربها ويهينها كل يوم عندي. بدك يعني ربي اولاد اخر عمري. الله يخليك عمي، بوس ايدك، انا ما الي غيرك، انت ابي وكل قرايبيني عندك بامن عليها. الله يخليك. لك عندي وحوش، مين بيسترجي يطلع بعينك؟ يا عمي انت الكبير، انت المعلم والكل بيخاف منك وبيهابك. لك مالي فاضي احميها طول النهار. عمي والله عمي قوية وبتحمي حالها لحالها، الله يوفقك. رح اتركها كم يوم تجربة لشوف، وإذا ما قدرت عليها رح ارجعها وانت مسؤولة عنها. الله يخلي لي اياك، لا يحرمني منك يا رب. بكره بعتي لي انور، بدي اشوفه اتفاهم انا وياه. لا عمي بوس ايدك، ما بدي انور يعرف انه هي عندك. ليش؟ انا ما بخاف عليها من حدا الا من انور، مشان هيك لا تقول له الله يوفقك. ما بدك تشوفيها؟ بلا، اذا قدرت بشوفها، بس اذا ما قدرت الله يوفقك، انت بتطمني عليها. تاني مرة وقت بدك تناديلي ناديلي بصوت واطي، أنا بسمع مالي اطراش. يلا تعال تغدى. تفضل. شو هاد؟ شو عاملة؟ عاملة بطاطا مقلية وباذنجان مقلي، فتحت علبة لحمة وعملت لك سلطة. ليش هيك طعمته؟ بايش قليتيه؟ بالزيت دقته، طعمته طيبة كتير. شو بفهمك انت بالاكل؟ شو هاد كمان؟ لحمة. ليش هيك؟ ليش كل اللحمة؟ معني طعمتها عاطلة. انوار. نعم. البنت صار لها غابة يومين وما عملنا شي. شو بدنا نعمل؟ يعني نسأل عنا ندور عليها. شاكر ما اجى لهون؟ ما شفته. معناتها مانع عن شاكر. يا ويلي، وين راحت البنت؟ وفي علاقاتي. طب انت سألتي الجيران شي؟ معقولة تكون عنده؟ بلكي كانوا قالوا لي. يا ستي بقطع ايدي من هون اذا مانع عن شاكر. الله يخليك، خليني اروح لعنده واطمن، واذا لقيتها بوعدك انه ما رجعها، بس بتطمن عليها الله يوفقك. لا لا ما في داعي، لا تعصبي حالي، انا بكره بطبيعه الحال رايح لعنده لانه في عندي شغل معه. شوفها اذا لقيتها هنيك بجيبها معي. هي انوار. ايه؟ الله يخلي لي اياك، انا متاكده انه قلبك طيب وما بتهون عليك عبوره ابدا. ضبي اغراضك، بدي رجعك لعند امك. ليش؟ لك ليش عم تبكي؟ إذا مو عاجبني أكلك بتبكي؟ ليش عم تعيط علي هيك؟ ما عملت لك شي. لك لسه ما حكيت معك كلمة صرتي تبكي. اف، مشان هيك ما بحب البنات. أنا بنت، الله خاليني بنت، شو بعمل؟ مشان هيك ما رح يمشي حالك معي. البنت والصبي مثل بعض، جربني وشوف. جربي؟ بإيش؟ باللي بدك إياه، بس المهم لا ترجعني لعند أمي. شو هالحكيان؟ في بنت ما بتحب امها؟ ما بدي انوار، وانا ما بدي بنت عندي. خلاص لا تعيط بوشي، انا رايحة لعند امي. لا شو هاد؟ هاد
هذا غسيل. ايه بعرف انه غسيل. مين غسله؟ انا. وحدك؟ كيف؟ انا طبخي ما عجبك، بركت عن غسيلي بيعجبك. الله لا يعطيك عافية. ليش؟ شو عملت؟ لك شو ليش؟ لك ما خليتي لي اواعي البسهم. انا عندهم وسخين وغسلتهم. لك وانا شو بدي البس؟ وهدول وسخين، لو ما كنت لابسهم كنت غسلتهم. يعني بضل بلا اواعي انا. لوين رايحة؟ افتح الباب. ايه روح على اوضتك انا بفتح. مرحبا علي. اهلين خير. جاي اخذ كرتون الثاني. قد الساعة؟ اوف تعال. لوين رايح؟ عم تسريني الي؟ ايه عم بسألك لوين رايح؟ عالشغل. خلني معك. لوين انت اخذك؟ عالشغل. شغل شو؟ شغل امسح سيارات، مو هيك بتشتغلوا؟ هذا شغل صبيان وانت بنت. بنت وبدي اشتغل. ما عندنا شغل للبنات. بسام تعا عوزك. خدها معك خليها لاخر النهار. بدها تشتغل. اوعى تخليها تشتغل، خليها تتفرج على الشباب شلون عم يشتغلوا، بس لا تنزلها على الشارع. ما عم بفهم قصدك. بدي اياها تغيب عن البيت اطول مده ممكن اليوم. تقوم تبعتها على الشارع؟ انا مأمن عليها معك. حاضر معلم، مثل ما بدك. روح الله معك. شغل. خد رامي بصير الشغل منيح. باخده بس بشرط. أنا تحت امرأة. بتخلي عبير عندك وما حدا بيحاكيها. ايش بتعمل فيها؟ ما بتعمل شي، بتسليك. ايه انا بدي اخلص من رامي لان عمل هني. هاي المعلم بيكون جدا. اذا هيك موافق خد رامي. يلا رامي امشي. الله خليك، خليني هون. خده رامي بدي يضل هون وانا كمان، واذا مو عاجبك انت روح. شو بسام؟ بسام ما دخله، انا يلي بقول رامي رح ضل هون، يعني رح ضل هون. نزلتك هسه ما اضربك كسر راسه. يعني يلي بدي اضربك كسر راسه. خلصنا، بنت المعلم قال بتضلوا هون يعني هون، ديروا بالكم عليها.